صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفني فيه. برج الجوزاء، يلا نبدا قراءتنا. طاقه برج الجوزاء حاليا، طاقته ان هو طاقتك انت، خدت قرار او بتاخد قرار، عايز تاخد قرار بسرعه جدا، طريقه يعني سريعه شويه. انت حاليا سعيد بانجازاتك او سعيد بالشيء اللي عندك او مكتمل عموما، يعني عندك حاجات حلوه كتير. ممكن تكون كنت في علاقه وانفجرت، راح كل شيء منها وانت رايح ترجع العلاقه دي تاني. اعتقد عايز ترجع العلاقه دي، ممكن نشوف. طيب نشوف مشاعر الشريك، مشاعرك انت، نظرتك، نظرته ليك ونظرتك انت ليه، نظرته للعلاقة ونظرتك انت كمان، سوري، الخطوة اللي انت هتاخدها والخطوة اللي انت هتاخدها والخطوة اللي هو ياخدها. طيب برج الجوزاء الجميل، في ايه بقى علاقتكم مالها؟ الشريك يا برج الجوزاء بيتوازن حاليا، بيوازن ما بين عقله وقلبه، ممكن يكون اندفع معاك في العلاقة عموما. انت كنت برج المثال وبتتعامل مع برج هوائي، اندفع معاك، حس ان هو اندفع فقال وقف وجمد مشاعره شوية وقال اتوازن احسن واعمل ما بين العقل والقلب. وممكن يكون العلاقة باظت فبيعمل توازن في حياته تاني بعد ما العلاقة باظت، وانت طبعا عايز تروح تجيبه تقريبا. هنشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل او هتاخد قرار، شوف بقى القرار ده ايه. يعني هي مشاعرك عموما، انت بتدافع عن نفسك او بتحمي قلبك بمعنى ادق. يعني هو العلاقة دي حاليا مش موجودة، مفيش تواصل، فهو بيتوازن وانت بقى بتحمي قلبك من اول وجديد. ده شخص بيحط لنفسه، بيحط للناس التانية حدود، ما تجوش هنا، يعني قلبي يقول لك قلبي في ايدي ومحدش يجي جنبي، خلص. فهو بيوازن نفسه بعد اللي حصل وانت بتحمي قلبك تاني يا برج الجوزاء. على فكره برج الجوزاء من الابراج اللي بتحمي قلبها جدا جدا جدا، في فئه منها بتحمي قلبها، سوري، بالذات الفئه الثالثه بتحمي قلبها وتخاف من الحب على فكره. فاعتقد ان انت بعد ما العلاقه باظت بتحمي قلبك، او في سيناريو تاني ان انت عايز ترجع العلاقه تاني يا برج الجوزاء، عشان كده رايح اهو، رايح ورايح، وهيبقى في بينكم كلام، والشخص ده هيكلمك بهدوء جدا على فكره. يعني هو هيقول لك 1 2 3 4 5 بهدوء جدا، وهيوازن ما بين عقله وقلبه في الكلام، انما انت هتبقى مندفع شويه يا برج الجوزاء. يعني انت تقريبا هو اللي قطع العلاقه، اوكي، تقريبا هو اللي فجر العلاقه كلها وعمل البرج المنفجر ده، هو اللي عمل علاقه وجري وراح بقى يتوازن مع نفسه وقال لك بقى هو بقى مع نفسه بقى. فانت بقى هتكلمه واحتمال تديله كلام اللي هو انت ليه عملت كده، انا وانا 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 والخ. فتقريبا يبقى في كلام، او انت نفسك يبقى في كلام. مش عايزه اضيع الكروت بس عشان تبقى ورا بعضها كده، تمام. طب هو نظريته ليك ايه؟ نظريته ان انت شخص، بص بقى، اعتقد كده ان انت كنت قافل مشاعرك عنه او مديله وش خشب، لان هو مش هو، ممكن تكون كانت علاقة اعجاب، لان ده 9 كوبايات تقريبا، 9 ما اكتملتش للعشرة، كانت علاقة اعجاب او كانت علاقة في الاول خالص ممكن، او انت اتأخرت عليه في كلمة بحبك مثلا. عارف انا برج الجوزاء بياخد اوه على التفكير، يا لهو، ده لو هيتصل بواحدة يقولها ازيك هياخد 6 شهور تفكير. فانت يعني هو حاسس ان انت، بص، مرتب له الوش الخشب اللي هو انا راجل ما عنديش قلب، من الاخر انا مجمد قلبي، انا راجل ما عنديش قلب. ف يعني مشي، قال لك خلاص شكرا. او انت بقى، انت لو بنت طبعا
نكلم بنت ولد يعني، حسيتي ان الشخص اللي معاكي ده شخص مجمد قلبه قوي قوي، فاتكلتي على الله، ما عندوش قلب وبيفكر دايما بعقله بس، مفيش قلب خالص، وجمد جمد مشاعره وعليكم السلام. ولو كنتوا في علاقه طبعا ف يعني الشخص ده جمد المشاعر دي، لو هي علاقه مش علاقه اعجاب ولا اي حاجه، فانتوا حصل بينكم خناقه او عديتوا فتره برود المشاعر وما بقاش فيك كلام خالص ولا بقى في مشاعر، كل واحد بقى لبس الوش الخشب للتاني وقعد، فهو شايفكم ان انتوا لبستوا له الوش الخشب، وانتوا شايفينه ان هو مكتئب بقى وخد جنب ومفيش مشاعر، ما بيظهرش مشاعر، وشايفينه لو انتوا في علاقه شايفينه ان هو بطل يديكم المشاعر، ما هو انتوا لبسوا بصوا برود، ده شخص زعلان او عموما يعني مش شايف الكوبايتين اللي وراه وزعلان على التلات كوبايات، في كوبايتين وراه يا عم بص على الكوبايتين اللي وراك، لا انا زعلان على التلاته اللي قدام، وانتوا شايفينه ان هو مجمد مشاعره، اعتقد ان انتوا اتخانقتوا مع بعض ممكن، فهو زعلان على يعني مش زعلان، انتوا شايفينه ان هو ساب كل المميزات اللي في العلاقه وبص على التلات كوبايات وساب كوبايتين، يعني ممكن يكون انتوا عصبيين مثلا فبص على العصبيه وساب ان انتوا بتحبوه، ساب ان انتوا صبرتوا معاه، ساب ان انتوا وقفتوا جنبه كتير قوي قوي قوي، فساب كل ده ورمى ده وبص هنا. ممكن تكونوا بتتعاملوا مع برج الحمل طبعا والميزان اهو، ولسه في ابراج ترابي طبعا واسد، لان كذا برج ابراج كتير اهي. ايه تاني؟ فلو هي علاقه اعجاب في الاول، فانتوا في حد انتوا الاثنين مجمدين مشاعركم، وفي شخص يعني لو هي علاقه اعجاب وفي شخص منها مشي وطار، فهو شايفكم ان انتوا لابسين له الوش الخشب ومش نافعين في حب ولا نافعين في حاجه، وانتوا شايفين ان هو شخص ساب كل المميزات اللي حصلت ومسك في كلمه ان انا اتاخرت عليك في ان انا اقول لك بحبك او في اظهار مشاعركم مثلا، يعني هو بص للنقطه دي وساب كل حاجه، علاقه احنا صحاب وبنتكلم مع بعض وبنروح ونيجي وبتاع، انت سبت كل ده ومسكت في ان انا ما قلتلكش بحبك او اتاخرت مثلا، فروحت انت مفجر بقى الدنيا ورحت موازن مشاعرك ووازنت بين عقلك وقلبك وخدت قرار بالمشي وسبتني انا يا عم اغرق بقى، فانتوا الاثنين متساويين يعني، فانتوا الاثنين متساويين عموما. الحلو بقى في الموضوع ده كله، لك الحلو بقى عندنا في بلدنا ان هو عايز الخطوه الجايه يستقر، وعايز يستقر معاكوا انتوا لان هو شايفكوا انتوا الاستقرار، خلي بالكوا يعني هو موازن او وازن وشافكوا انتوا الاستقرار، يا برج الجوزاء شافكوا ان انتوا الاستقرار كله، انتوا لو انت كمان تنفعي الزوجه تنفعي تبقي معاه تنفعي تبقوا مع بعض وتبتدوا علاقه حلوه، طبعا لو في انفصال يبقى هيرجع وبيفكر يرجع ويستقر بقى، ينتقل بقى من اعجاب بقى الحب حب الخطوبه و وانتوا كمان شايفين ان هو حد لذوذ قوي يعني هو ده الشخص اللي انا انبسط معاه، مش علاقه ثلاثيه، لا انتوا شايفين ان هي ده ناس مبسوط، هو ده الشخص اللي انا بفرح معاه، ده الشخص اللي انا مبسوطه معاه، عشان كده برج الجوزاء انا بقول لك اهو، لو انت اللي هتروح ترجع ممكن تكون انت اللي عايز ترجع، لان انت بص انت واخد قرار اهو، انت عايز اهو، انت عايز يا برج الجوزاء، انت عايز تنبسط، انت مبسوط على فكره، انت شايف ان العلاقه دي متكامله جدا، لو هو شخص انت اللي ضيعته يا برج الجوزاء، الشخص ده اتاخرت عليه في انك تقوله بحبك وهو جمد مشاعره عليك وانت شفته وانت شايف ان هو ساب العلاقه وساب كل الحاجات الحلوه اللي في العلاقه ومسك في ان هو ان انت اتاخرت تقوله بحبك، فانت شايف الاستقرار يا برج الجوزاء، ما تضحكش على نفسك وانت عايز تيجي اهو بسرعه تجري تلحق، ولو هو اللي هيقدم العرض فانتوا هتلحقوا بسرعه جدا، هتاخدوا العرض وهتستقبلوه بسرعه، يعني الواحد جه قال لك مساء الخير وحشتيني انت كمان والله تعالى بقى نرجع، فهو شايف كله مش محتاجه توضيح يعني هننبسط مع بعضينا وبصوا كلبين اهو كارت ده بحبه قوي يعني عموما، هو في الاستقرار كله. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟
شايف العلاقة انها علاقة قدرية، علاقة ان هو ده الحكم الالهي، هو ده يقولك دي كلمة ربنا، ده الطرف الاخر بتاعي، العدالة، العلاقة دي هي دي العلاقة الصح. يعني ما تقلقوش، على فكرة ممكن يكون لو في زعل بينكم، بس هو شايفكم ان انتوا الشخص القدر، انتوا العدالة بتاعت ربنا، الشخص ده بيحبكم على فكرة، بس هو شافكم ان انتوا مجمدين مشاعركم شوية عشان كده وازن، بس برغم ده كله رموه، لا هو شايفكم انتوا القدر بتاعه انتوا كمان. بصوا بقى الكارتين بمعنى واحد على فكرة، في كروت كده بتكمل المعنى للكارت التاني، انتوا كمان شايفين السول ميت بتاعكم. بصوا اهو يا جماعة، اهو استقرار كله، انتوا شايفينه الاستقرار، وهو شايف كل الاستقرار، وانتوا شايفينه الكوباية هي يعني ده النص التاني، هو شايفكم ده انتوا النص التاني، وانتوا كمان شايفين النص التاني، مش هنضحك على بعض، انت شايفني النص التاني وانا شايفك النص التاني، برغم اللي يحصل بقى الدنيا تضرب تقلب تعمل لي برج منفجر نترمي من فوق البرج، انا معاك والله ابدا نسيبك هنموت مع بعض ونعيش مع بعض. فهو لو هيقدم مصالحة، او انتوا بقى ممكن تكونوا انتوا اللي اتأخرتوا عليه فانتوا شايفين السلم بتاعه. طب النصيحة بتاعتك ايه بقى؟ اخرج من مخاوفك يا برج الجوزاء. كارت بيكرر كتير جدا على فكره الايام دي، انت زعلان على فكره، وبص وبتوجه لنفسك اللوم كتير قوي، ده شخص بيوجه لنفسه اللوم، وهنا شخص بيحمي قلبه، ما تحميش قلبك يا برج الجوزاء، سيب قلبك وانطلق، عشان انت مستنيك انبساط، مستنيك حاجات حلوه، ده السول ميت بتاعك، ده الشخص اللي انت هتكمل معاه ان شاء الله. ما تدافعش عن نفسك، ما تحطلوش حواجز، انت حاطط له حواجز، فهو شايفك. بص انت حاطط له حواجز، بتدافع عن قلبك، بتطرده، يعني هو ممكن يكون شخص بيقدم لك عرض وانت اللي عامل لنفسك الليله دي كلها، حاطط لنفسك العصيان دي وبتقوله ما تقربش هنا، وبعدين ترجع تزعل. طب انت بتزعل ليه بقى برج الجوزاء؟ يعني انت هو لما بعد وبدا يستقر في مشاعره وقال خلاص هو عمل لي الوش الخشب ومش بتاع حب ومش بتاع حاجه، طب سلام عليكم وعليكم السلام، ليه انت بقى بتعمل كده؟ عايز تلحقه ليه بقى؟ ليه من الاول؟ يعني هو شخص بترى عنده حق، لو انت اللي صدرت له المشاعر دي فهو عنده حق. فاخرج بقى من الليله دي كلها، اوكي، وقدم عرض جديد، يلا انطلق بقى، قدم عرض جديد وروح صالح، او لو جالك عرض اقبل وما تتلكعش زي ما بيقول، واخرج من المخاوف دي. انت في مخاوف في دماغك بتوجه اللوم لنفسك، لو الشخص ده برج الجوزاء انت ضيعته من ايدك، يعني مثلا كان في اعجاب وبعد كده هو مشي، ما توجهش اللوم لنفسك، ما تقعدش تقول ما انا لو عملت بقى، لا بص اتحرك يلا اخرج من هنا واتحرك، اركب حصانك وروح، ما تتأخرش، ما تقعدش تقول طب لو قلت بحبك هيقبل، طب لو مش هيقبل مالكش دعوه، لان هو شايفك الاستقرار كله، شايفك حاجه حلوه قوي قوي، شايف انت الشخص المثالي، انت القدر بتاعه، وانت كمان شايفه كده. ليه بقى العطله دي كلها؟ ليه بقى كده؟ ليه الحوار ده؟ دايما برج الجوزاء قراءته غريبه شويه. طيب الناس اللي مبتعدة عن بعض، انا عملت هنا، لا مبتعدة عن بعض، يعني نقول فترة 6 شهور 7 كده، سنة ممكن بنكلمش بعض، مشاعره ايه حاليا وناوي على ايه؟ شخص مفتاح برج الجوزاء ونعمل عليها، هناخد من النص مشاعره ومن هنا ناوي على ايه. انا بتعامل مع حد برج الجوزاء على فكره وعامله له بلوك كمان، ده معناه بلوك.
وانا فعلا حاليا هاديه جدا على فكره، ازاي طاقتي اللي طلعت ممكن تكون طاقه تانية يعني. هو حاليا في راحه تامه خالص، مش معنى ان هو مش فاكرك لا، بس هو بياخد استراحه، هدوء ما بعد العاصفه. طب ناوي على ايه؟ هو حاليا قافل على مشاعره، ما بيفكرش يعني بمعنى ادق كده، بيفكر في اللي حصل عموما، بيسترجع الشريط بتاع العلاقه من الاول خالص، وبيشوف بقى غلط في ايه، مغلطش في ايه، عمل في ايه. برضو بتيجي بمعنى بلوك، لو حد عمل حد بلوك يعني ممكن نفسرها اكتر شويه، بس هو ناوي ان هو يفضل في المرحله دي. خد بالك الكروت دي بتكمل بعضها، بس عشان ما نسيت اقول لكم المعلومه دي، الكروت دي بتكمل بعضها. ناوي يقفل على المرحله دي شويه، مش يقفل الموضوع لا، يفضل كده شويه. طبعا اتنين من السيوف، احب انا فرط الورق كتير شويه. ده نفس الكروت. ايه ده، فرطت الورق كويس والله. طيب هو شكل الشخص اللي قدام يعني. مش بقول لكم اللي قدام ده مبتعد عنكم، هو مش هيقفل بقى، هو ناوي ينطلق قليلا يعني ناوي يقفل على الموضوع. هو استريح دلوقتي، ياخد استراحه من مشاعره ويقفل على اللي فات. ممكن يكون ناوي يجي صالح، ناوي يجي صالح برضو يعني. ما انا برضو هاخد كارت تالت كده يوضح الصوره، يعني نفس الكروب بتتعاد يعني. ممكن تيجي يجي صالح لانه ده شخص، وهنا برضو شخص عنيد، خلي بالكم ممكن يكون متشبث برايه، شخص عنيد، وانا خايف يكون عنيد. لا، هو حاليا شايف نفسه شوية، شايف طموحاته وبيركز جدا في أعماله الخاصة بيه، واخد قرار البعد بطريقة سريعة، واخد القرار عموما ان هو يفضل قاعد كده شوية، وناوي يقعد بقى كده يستقر شوية ويفكر في مستقبله وفي حياته عموما. لكن حوار ان هو يعني يتزحزح شويه من مشاعره، فهو لا، حاليا هو قافل على مشاعره، يبص لانجازاته، واخد قرار الاستراحه تمام قوي ان هو يفضل كده. وشخص ممكن يكون برج ناري او هوائي تاني، ايه تاني برضو، برج مائي برضو، فهو واخد القرار بانه يفضل مستقر شويه في حياته. بص لقدام، شخص عنده ثقه في نفسه، او يرجع الثقه اللي في نفسه تاني. يعني هو قافل على مشاعره وبيستريح بقى من اللي حصل ده، العلاقه كانت متعبه مثلا، حاجه زي كده. ناوي يهزم اللي حصل له ده، ناوي يهزم اللي حصل في العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين. مش ان هو خرج مهزوم، لا لا لا، ده شخص عايز يبقى منتصر. بصوا كل الكروت دي كده، هو عايز يبان منتصر، فهيفضل بقى معاني شوية ويفضل بعيد، عايز يبان في ان هو منتصر عليك. بصوا اهو، شخص عنيد عايز يفضل قافل بقى على الليلة دي. ليه؟ عشان يبان ان هو شخص جامد، هي مش حاجة، انا هفضل كده عشان اهزمك، افضل هزمك كده، انا بقى تفضل انت بقى توحشني وما توحشنيش، لا انا راجل مية مية، او انا شخصية مية مية عموما وعنيد، تيجي تصالحني مش جاي في، ما انا ما بروحش لحد، اللي عايزني يجي. بس هو عايز يفضل قاعد في المكان ده، ما يتحركش منه، لكن هو مشاعره حاليا مستقرة جدا، لكن بيفتكرك، خلي بالك يعني هنا مستقر وكده، لكن فاكرك،
فاكرة كان ناسيني يعني. لكن هو حاليا بيحتفل بإنجازاته وما فيش حاجة. طيب لو احنا في حد جاي جديد في حياتنا مثلا، قرات الورق كويس بقى، مثلا هيقدم لنا عرض، حد احنا معجبين بيه ناوي يقطع بقى الليلة دي كلها ويجي يقول لنا بحبك اي حاجة. فاكرة اتعاملت مع برج الجوزاء، يعني معلم في حياتي برج الجوزاء بقى، والله شخصية غريبة الاطوار بس طيبة يعني. نروح فين؟ جدع صاحب صاحبه بصراحة يعني. نقسم لكم الكروت. حد جاي في حياة برج الجوزاء ومشاعره ايه وناوي على ايه؟ فتحت الوحدة دي بقى. اوه شيت، ايه ده؟ في ايه برج الجوزاء؟ في ايه مع حكايتك؟ ده حد من الماضي طبعا. بقت كروت، بصوا يعني اعتقد ان هو هيخرج من العزلة بتاعته دي. الشخص اللي هو بعد عنك ده، ده حد قديم وهيخرج بره بره العزلة دي. مشاعره ايه؟ هو حاسس ان هو مهزوم منك او انت انتصرت عليه. عايزين برضو ان انا اشوف انت اللي انتصرت عليه ولا هو اللي حاسس ان هو اللي منتصر عليك، لان في خناقة هتحصل لبرج الجوزاء. خلي بالك خلي بالك. لا ده هو حاسس هو اللي منتصر عليك و هو 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 هيخرج خلاص من الليله دي. هيجي على فكره، هيجي ويوم يتخانق معاك. خلي بالك هو حاسس ان هو منتصر عليك على فكره وهيرجع. بس بقى عايزين نعرف الخناقه دي اللي هي بالعصيان دي بقى هيبقى نهايتها ايه. برضو برديتها لك كده. خناقة اللي بالعصيان دي هتحصل خناقة. هي مش خناقة، جات روح بقى. هي مش خناقة بقى، خلينا نقول ان الشخص ده كان نايم لك بمعنى ادق، او زي ما قلت لكم كان بياخد استراحة من البعد الفراق اللي حصل وتمام وانتصر عليك. هو اللي بعد، هو اللي مشي. وبصراحة انا اللي مشيت فعلا من برج الجوزاء بس هي مش طاقتي عموما يعني. وهو حاسس ان هو منتصر عليك وانتصر عليك طبعا في ان هو مشي. هيجي لك تاني او انت بقى اللي هترجع تكلمه. ايهما بقى ايه؟ تختار بقى اللي انت عايزه بقى. ممكن تكون انت اللي راح تكلمه تجر شكله، فهتتخانقوا مع بعض. زي ما قلت لك هتدافع عن نفسك وهو هيكلمك ويعرض بقى اللي حصل وانت عملت وانت عملت وبتاع. تمام. اللي هيحصل ان بعد ما تتخانقوا هتعيدوا مع بعض اللي حصل في العلاقه ككل. يعني بعد ما يحصل الخناق ده كل واحد بقى تقول انا عملت و و و و وانتظرت منك و و و وفي الاخر ما خدتش غير حاجه واحده. كل واحد بقى يقول الحاجه اللي حصلت له بالظبط. انا عملت واحد واثنين وثلاثه واربعه وانت عملت واحد اثنين ثلاثه اربعه وانا في الاخر ما خدتش منك حاجه. تمام. يعني هيبقى في ما بينكم انتظار في الـ في الـ في الـ في الـ يعني هتصبروا على بعض، هتتكلموا مع بعض بهدوء بعد الخناقه. طبعا هيحصل في خناقه الاول، وممكن مش خناقه، اللي هي الدخله الاولانيه دي اللي هو تعالى بقى انت اخيرا فكيت البلوك، طب تعالى لي بقى وندخل مع بعض كده. بعديها العلاقه دي هتعود تاني لو انت عايز يعني، وهيحصل فيها رخاء جامد قوي على فكره. الشخص ده بيحبك على فكرة، بس هو يعني مش هقول شخصية وحشة، اعتقد ان هو بس عنده نوع من انواع الكبرياء شوية، بيحب ينتصر لذاته. وممكن يكون برضو انت اللي وصلته لكده، انت اللي وصلته ان هو يسيبك ويمشي يعني. ممكن اصل الكارت ده هو كارت شرير بصراحة، انا مش هكذب عليكم، وانا قلت قبل كده في فيديوهات تانية كارت شرير، لكن مش في كل الاحيان. ممكن يكون شخص وصلني ان انا اعمل كده، ان انا اعمل لعبة على الطرف اللي قدامي عشان احسسه بالوجع اللي جواي. فهو حاسس انه انتصر عليك ماشي كده وسط الناس يقول انا سيبت برج الجوزاء. ممكن تكون القراءة عكسية، برج الجوزاء هو اللي عمل كده. فاللي يحصل ان انتوا هتخشوا مع بعض الدخلة، هتنطحوا بعض الاول، بعديها هترجعوا
تتكلموا عن الحاجات. انا عملت واحد وثلاثة، كل واحد بقى هيفتح مع بعض اللي حصل، انت عملت واحد اثنين ثلاثة وانا عملت واحد اثنين ثلاثة بس، وهيحصل فيه هدوء بقى، هدوء مع بعض العاصفة، واحدة تانية هتعتذروا لبعض، هيحصل فيه اعتذار، وكمان ممكن كمان يحصل فيه زواج كمان، لان دي بداية جديدة. لو انت بنت فاستعدي بقى، عشان هو بعد ده كله ممكن لو انتم مرتبطين يقولك طب بصي بقى من الاخر كده وعلى بلاطه يا بنت الحلال، يلا بقى نتجوزك بقى، يلا نخلص من الليله الزرقاء دي. لو انتوا كنتوا بتتخانقوا في الاول على فكره انك مش عايز تتجوزني مثلا، لا، فهو شايفك على فكره، هو عموما يعني شايفك برضو ان انت تنفعي زوجه حد جميل اهو، وبدايه جديده. وممكن تكون العلاقه القراءه دي متعلقه بالقراءه الاولانيه، الشخص اللي انتوا خايبتوا بعض برضو، اللي انتوا متخوف منه وبتدافع عن قلبك، واللي هو والعلاقه باظت هترجعوا، بس هيبقى فيه خناقه شويه هيبقى فيه خناقه، معلش. خير وانت برج الجوزاء، بسم الله ما شاء الله على لسانك، مبرد بس كويس برضو اهو، شفتوا الطاقه، نقول لكم العلاقه برج المفاجاه، في تغيير هيحصل، في عداله هتحصل، في حاجه هتحصل ان شاء الله خير باذن الله على برج الجوزاء. ويا رب تكون القراءة عجبتك يا برج الجوزاء، وقابلكم ان شاء الله في قراءة تانية في شهر تاني، واستنى اختار كارت باذن الله، وان شاء الله باذن الله يعني تكون القراءة تنال اعجابكم. واكتبوا لي برضو في الكومنتات اللي انطبق عليكم، نصها ربعها، ما انطبقش خالص مش مشكلة. ما تنسوش ان انت لو اول مرة تشوفني الاشتراك.